شكرا جزيلا فخامة الرئيس الاتحاد معالي أمين العام المحترم، الأشقاء ممثلو البرلمانات الدول العربية المحترمون مع حفظ الألقاب. نحن ننتهز هذه الفرصة لإلقاء كلمة بخصوص الوضع العراقي، ونتمنى أن تسمعون ما رسالة منا من العراق. تمر علينا في يومنا هذا تحديات كبيرة تتمثل في التحدي الإرهابي وانتهاك سيادة دولنا. إننا في الوقت الذي نعتقد أن الدوافع السياسية التي تحركها اللوبيات للطعن في انتصاراتنا وتضحياتنا ومواجهتنا للإرهاب، ألا إننا في الوقت ذاته نؤمن بالمسؤولية المباشرة على ضرورة إيجاد حلول حقيقية لأزمة الإرهاب التي يسقط ضحيتها المئات بل والآلاف من أبناء شعبنا وقبل غيرهم. إنها مسؤوليتنا أن نبرز للعالم إننا ضحايا الإرهاب ولسنا منتجي الإرهاب. أيها الأشقاء الأعزاء، إن إخوتكم في العراق يواجهون أعتى عصابة إرهابية عرفها التاريخ الحديث، الداعش، التي تعرفونها جيدا أيها الإخوة، داعش الذي قتل الكبار والأطفال والنساء، داعش الذي سبى النساء وباعها في أسواق النخاسة في مشهد تراجيدي للعصور ظلام قد ولت منذ زمن بعيد، داعش الذي حطم الكنائس والمعابد والحسينيات والجوامع، داعش الذي دمر الآثار ليمحو تاريخ الشعوب امتدت بجذورها إلى آلاف السنين، حيث حضارتي آشور وأكد بل وحضارة المسلمين أيضا في الموصل. ففجر مراقد الأنبياء يونس وشيت وعشرات المراقد للصحابة والأولياء، تلك الرموز التي جسدت ثقافة التعايش في العراق كاملة وفي موصل الحدباء خاصة، والتي تعانقت فيها كل الحضارات والديانات مع بعضها في ظاهرة فريدة ومميزة، وهي مدعاة للفخر لنا نحن العراقيين. ولذلك فإن أبنائنا يقفون على مشارف الموصل العزيزة على قلوب العراقيين ليدافعوا عن أرضهم وحسب، بالرغم من أن الدفاع عن الأرض والوطن أمر مقدس وعظيم، بل ليدافعوا عن كل القيم التي عمل أولئك المجرمون على سحقها بأفعالهم الوحشية. كل العراقيين اليوم في خندق واحد، كل العراقيين أيها السادة والسادة، أيها السيدات والسادة، إنها حربنا الأخيرة التي سننتصر فيها كما انتصرنا في سوابقها في تحرير محافظات ومناطق أخرى، وهكذا باقي القرى وقصبات والنواحي. ونعدكم إن الموصل ستتحرر، العراقيون واثقون من ذلك، والدماء الذكية التي أريقت لن تذهب سدى، ولن يكتفي العراقيون بأن يحرروا أرضهم، إنهم مصرون على أن يبنوا بلدهم ويحافظوا على مبادئ العيش المشترك والسلم الأهلي والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهكذا. وهم ينتظرون من شركائهم من تجشموا من أجلهم ضريبة الوقوف في الصف الأمامي لمواجهة الإرهاب، ينتظرون دعمهم ومساعدتهم سياسيا ومعنويا واقتصاديا بالفعل وليس بالأقوال. فالمرحلة الجديدة مرحلة بناء، المرحلة الجديدة مرحلة تصدي، لأن لا يتشكل وجه آخر من وجوه الجريمة بديل عن داعش ويفعل نفس الفعل، وهو ما سيبقى العراقيون يناضلون في سبيل أن لا تتكرر الجريمة المؤلمة لإرساء قواعد الديمقراطية المتبنية على احترام الدستور والقانون. أما أنتم أيها الأشقاء فمسؤوليتكم هي دعمنا والوقوف إلى جوارنا في هذه المحنة في كافة المجالات، ولا سيما وقفتكم معنا للحد من التدخل التركي والتوغل في الأراضي العراقية. باسمي وباسم إخواني في البرلمان العراقي ننتظر منكم وقفة جادة حيال مسؤولياتكم تجاه إخوانكم وشعبكم في العراق، وشكرا جزيلا لكم.